يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. هذا الفيديو انعمل حسب طلب أستاذ خالد الرشيد أبو طه. اليوم حنحكي عن إذا واحد بهمه يجيب خدمات اتصالات بكندا، وعادة أنا حأحكي عن المقاطعة اللي أنا عايش فيها اللي هي أونتاريو، ولكن نفس الطريقة ونفس الأشياء اللي حنحكي فيها اليوم تطبق لكل المقاطعات بكندا، بس أكيد يمكن الشركات تكون مختلفة، وهذا الشيء يعني واحد بيقدر يسأل عنه. فاليوم الفيديو هذا حأشرح أول شيء عن بأونتاريو شو هي أهم الشركات الاتصالات، وشو هن الخدمات الاتصالات اللي واحد بيقدر يجيبها من هالشركات، وكيف واحد يعمل ريسيرش أو إنه يفتش على الخدمات المتوفرة والأسعار حتى يقدر ياخد القرار المناسب إنه أي أحسن شركة. فالثلاث شركات اللي حركز عليهم اليوم هن شركة تلس، شركة بال، وشركة روجرز. بس هلا هي حتبين بال، وتالت شركة هي شركة روجرز. دول هن أهم ثلاث شركات اللي هن متوفرين بعادة كل كندا، بس عادة الخدمات اللي بيوفروها بكل مقاطعة ممكن تكون مختلفة. فمشان هيك حافوت بكل الثلاث شركات الأساسية الكبيرة، ومن هونيك كل واحد يعني بيقدر كمان يشوف في شركات شوي أصغر ويتبع نفس الإجراءات اللي رح نشوفها اليوم لحتى يشوف شو الخدمات المتوفرة والأسعار مثل ما قلنا. فحبلش أول شي بتلس. هلأ الخدمات الاتصالات تتضمن أول شي أكيد التليفون المحمول اللي هو الموبايل، وبعدين تاني خدمة اللي هي بتكون الإنترنت تبع البيت، وثالث خدمة هي التلفزيون يلي هو يعني مثل الكيبل بيعتبروه. فهدول هن الثلاث خدمات الأساسية، وأكيد في خدمات تانية بيأمنوها للشركات، بس نحن اليوم حنركز على الخدمات للبيوت اللي هي مثل السيلفونز، الإنترنت، والتلفزيون. وواحدة من الأشياء اللي حبيت أول شي بلش فيها كمان قبل ما نفوت بالتفاصيل، إنه عادة هون بيعملوا عروض للي بياخد أكتر من خدمة مع بعض، يعني بسموها بادلينج. إذا واحد بياخد ثلاث خدمات بيعملوا له ديسكاونت، نفس الشيء إذا بياخد خدمتين يعني. وبعدين مع الوقت يعني كل ما واحد يطول مع الشركة يعني أكيد يبني معهم هالعلاقة لفترة طويلة، بصير بيقدر كمان ياخد ديسكاونت وعروض خاصة يعني. فحنبلش بتلس. هاي بتبين مثل ما قلنا الموبيليتي اللي هي التليفون، وكمان واحد بيقدر يلاقي تفاصيل. حبلش بالموبيليتي اللي هي الموبايل. فهون لما يكبس واحد على الموبيليتي بتكون تفتشوا دايما على البلانز. بلانز هي يعني خطوط التليفون وشو بيتضمن فيها. فهون مثل ما بتشوفوا هلا بالوقت الحالي اكيد البلانز بتتغير كل فترة وفترة، ويعني عادة أحسن وقت من اللي أنا شفته لواحد ياخد بلانز ويشتري تليفونات هي بيسموها بلاك فرايدي، اللي هي بوقت نوفمبر من كل سنة. هنيك وقت عادة بينزلوا أحسن العروضات. فهلأ هو مثل ما شايفين في البيس اوف مايند بلانز، سمبل شير بلانز، كندا يو اس بلانز، تلس فاميلي ديسكاونت، توكن تكست. يعني كل هدول الخدمات واحد بيحدد شو بده. بيس اوف مايند بيشرحوا لك كل التفاصيل اللي فيها، اندلس داتا، نو اوفرج داتا، واي فاي هوت سبوتينج، وكل التفاصيل الباقيه. فهيك بتلاقي واحد بيشوف كل الخدمات تبعه اللي بيقدموها بكل بلان، واكيد مع السعر العالي بيكون في شيء احسن. فواحد بيشوف شو المتطلبات تبعه له، وعلى اساسها بيفتش او يعني بنقي البلان اللي بده اياها. هلأ بأونتاريو اللي هي المقاطعة اللي أنا فيها، تلس ما بتقدم أي خدمات تانية يعني مثل إنترنت أو تلفزيون، ما عندهم، مشان هيك منه موجودة هون. بس إذا واحد بيغير المقاطعة بيلاقي هالخدمات. حروح هلأ تاني شي على روجرز، لأن روجرز عندهم كل الخدمات. فإذا واحد بيشوف هون على شو عندهم خدمات، مثل ما قلنا وايرلس اللي هي السلفون، تي في باندلز اللي هي التلفزيون، انترنت اللي هو اكيد انترنت، وهوم فون اللي هو تليفون البيت.
بس بصراحة يعني قليل كتير الناس اللي عم بيصير ياخدوا هوم فون، لأنه كله عم بيكون بس عنده تليفون متنقل. فنفس الشيء واحد بيكبس على الوايرلس وبيشوف شو هن الأشياء المتوفرة. إذا بنكبس على البلانز بتلاقي كل الأشياء المختلفة، مثلا وايرلس بلانز. كمان بتقرب، في عندك هون هاي البلان 75 دولار، بيعطيك 10 جيجا بايت unlimited shareable plan data، اللي هي انه unlimited ما بيخلص الداتا. بس الفكرة بال unlimited data حاليا انه بيعطوك مثل ما كاتبين هون 10 جيجا بايت at maximum speed، اللي هو اسرع سرعة. وبعد ما تخلص ال10 جيجا بايت تقدر تكمل تستعمل الداتا، بس بيكون على سرعة شوي اوطى. يعني واحد ما بيعطى الهم انه يدفع زيادة، بس هي انه بتكون سرعة أخف. وعادة على التليفون 10 جيجا بايت منيح، وأكيد إذا واحد بده أكتر في هاي 20 جيجا بايت ب85، اللي هي نفس الشيء إنه بتقول بتستعمل 20 جيجا بايت على السرعة العالية، وبعدين بتقدر تكمل تستعمل إنترنت ولكن بسرعة أبطأ. وصون أكيد كل ما يزيد الجيجا بايت كل ما بيزيد السعر. معظم البلانز هلأ حالياً عم بيكونوا اوتوماتيكلي فيهم unlimited text messaging unlimited calling بقلب كندا. يعني فيك تتصل بأي رقم بكندا ببلاش، وتبعت قد ما بدك text messages بكندا ببلاش. وأكيد أهم شيء عم بيكون الداتا. فهاي مثال للوايرلس سيرفيسز يلي هي مثل ما اتفقنا تبع التليفون المتنقل. هلا خلينا نفتش على الانترنت. بس حفتش على هون الانترنت، لانه يعني هو تاني شي دايما الناس بيسألوا عنه. نفس الشي الانترنت، واحد اهم سؤالين يسألوا الواحد، هل بده unlimited انترنت بالبيت يلي هو كتير مهم، والشغلة التانية السرعة. فهون بتشوف مثلا في عندك unlimited mobile monthly usage والداونلود سبيد اوف 1 جيجا بايت هل قد السعر، او اذا بدك 500 ميجا بيتس unlimited قد السعر. اوكي اكيد كل ما يعلى السرعة كل ما بيكون اغلى. شغلة بالانترنت اللي انتبهتها انه في مرات عروضات ما بتكون موجودة على الويب سايت. فواحد مرات لما يروح على الشركة نفسها، يعني اذا بيروح على المول على المحل تبعهم وبيسألهم، مرات بيعطوه عروضات احسن من المتوفرة بالويب سايت. فدايما واحد يعمل ريسيرش. بس انا لإلي اهم شيء قبل ما واحد ينقي يروح على المول او يحكي معه الشركة على التليفون، يقول له انه انا هيك البادجت تبعي، شو فيكم تعطوني شيء احسن، لانه مرات بيعطون مثل ديلز منا موجودة على الانترنت. واخر شيء يلي حنحكي عنه هو التي في باندلز، اللي هو التلفزيون. تليفون البيت ما حاحكي عنه، لانه مثل ما قلنا ما كتير في حاجة له هلا مع التليفونات. بس اذا كمان واحد بيهتم بس بيشوف شو المتوفر ويعني بدرس السعر. فهون التلفزيون بكندا هلا نزلوا قانون اللي هو مشان يخففوا اسعار التلفزيونات، انه فيكم تنقوا عدد المحطات اللي بدكم اياها. فالفكره هون انه كل ما بتزيدوا عدد المحطات، واكيد انه تجيبوا شيء اللي هو مدفوع مش ببلاش، كله هذا بيكلف زياده. فكمان واحد بيفتش على البلانز. فهون هاي اسمها اجنايت تي في باندلز. هلا هون بده واحد يشوف يبلش انه يتأكد هل عندهم خدمة، لأنه مثل ما قلنا لكم ما كل المناطق فيها الخدمة تبعية الإنترنت أو التليفون أو عفوا التلفزيون. راح نحط هلا عنوان هاي، بس عم يتحط العنوان لحتى يتأكدوا. فا ايه في عندهم مثلا بهالمنطقة في عندهم تلفزيون. فمثل ما مثل ما شايفين بيطلع 173 محطة بالهذا. هون مثل ما شايفين حاطيكم مثل بندل، اللي هي اذا بتجيب تلفزيون مع انترنت. ومثل ما قلنا عادة لما تعملوا هيك بيطلع لكم ديسكاونت او سعر احسن من اذا كل واحد بياخد
كل واحد لحاله. فهون ايتن يعني جابرينك تاخد انترنت مع مع التلفزيون، بس اكيد في عندهم شيء، بس انه اذا واحد بالتلفزيون. بس مثل ما قلنا بالاول، دائما الواحد اذا بحاجه لياخد اكثر من خدمه، يعني انترنت وتلفزيون وموبايل، دائما منيح انه يحكي معهم، لانه لما تجيبوا اكثر من خدمه مع بعض بيعملوا لكم ديسكاونت شهريه واسعار احسن. فهاي مثل ما حكينا روجرز. واخر شيء بال، اللي هي الشركه الثالثه كمان الكبيره بكندا، نفس الشيء. ما حفوت بالتفاصيل على مثل ما قلنا هذا، بس حفرجيكم انه في عندهم خدمات. اذا بنكبس على شوب بتشوفوا موبيليتي اللي هي التليفون المتنقل، تي في اللي هي التلفزيون، انترنت الانترنت، وهوم فون تليفون البيت، وبندلز هي اذا واحد بيجمعهم مع بعض. هن اوريدي بيكونوا حاطين لكم مثل بندلز هن حاطينهم، وانتو بتنقوا اذا منيح او لا. فهدول هن النبذة العامة عن الاتصالات بكندا. مثل ما قلنا، اهم شيء واحد لما بده ينقي اي شركة يشوف شو الشركة الأقوى بالمدينة أو المقاطعة اللي هو فيها، لأنه هاي أهم شيء. وبعدين يحط براسه شو هن الأشياء اللي بحاجة لها، من إنترنت، من عدد ديتا، وحسب هذا الشيء يفوت على هالشركات الأساسية، بيل، روجرز، وتالس. ومن هنيك كمان يسأل شو في شركات تليفونات متوفرة بس بمنطقته، ويشوف الأسعار على الإنترنت. كل شيء متوفر على الإنترنت، ومن هونيك بنقي. وبعدين قبل ما واحد يشتري، انا دايما بنصح انه يروح على الشركة نفسها، يا اما بالمول او يتصل ويقول لهم هذا اللي انا شفته، بس في عندكم سعر احسن، لانه هون دايما مثل ما قلنا بيكون عندهم عروض ما دايما محطوطة على الويب سايت. واكيد اذا في عندكم اي اسئلة او استفسارات، يعني دايما خبرونا ونحن على الخدمة. الله يعطيكم العافية وشكرا، مع السلامة.